لروح سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس من مجالس الوفاء والثبات على العهد، المجالس التي أطلقها سيد الشيخ المربي محمد هشام برهاني حفظه الله ونفع به لعرض نماذج من حياة الأفاضل من أهل العلم والعمل والمعرفة لأجل الاقتداء والاهتداء والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بهذه الوجوه المباركة التي حضرت احتفالا بشيخنا المربي القدوة عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله. أقول أفلحت هذه الوجوه المباركة الكريمة المقبلة على الله تعالى. إن النظر إلى وجوهكم عبادة من أعظم العبادات. وأشكر سيد الشيخ محمد هشام برهاني حفظه الله على ما كلفني بهذه الترجمة وأصر علي أن أقوم بها، مع أنني لست أهلا لذلك، ولكنه دعا لي بخير. كما أشكر سيدي الشيخ محمد عدنان المجد الحسني من آل البيت على ما زودني من المصادر وسهل لي التواصل مع المقربين من الشيخ المترجم رحمه الله. وأشكر سيدي مضر الشاغوري ابن شيخنا المترجم على ما تفضل به علي من معلومات كتابية وشفهية في جلسات روحانية لا تنسى. ولو أردت كتابة كل شيء لطال بنا المجلس كثيرا. أشكر أخي وسيدي محمد التقي أبو مالك على التسجيلات التي زودني بها مما جعلني أعيش في روحانية الشيخ المترجم رحمه الله. أشكر الأخ الفاضل المبارك سيدي رشيد الشعار الذي خدم الشيخ المترجم رحمه الله أكثر من 20 سنة، والذي زودني معلومات كثيرة وكبيرة جعلتني أتذكر بيت البوصيري رحمه الله في البردة: كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمني. لقد فاز هذا الرجل سيدي أبو منير الشعار حفظه الله بخدمة شيخنا المترجم، وكأنها وظيفة جاءته هدية من الله تعالى. فقد كان الشيخ المترجم يحب خدمة الضيوف بنفسه، ولكن أبا منير الشعار تمكن بفضل من الله تعالى أن يكون خادما للشيخ ومرافقا له أكثر من 20 سنة، بدأت عام 1978. وكان يفهم ما يريد الشيخ ويأتيه بحاجاته دون طلب من الشيخ المترجم. فكان مثلا يناوله القاموس لمطالعة كلمة إذا التفت إليه عند ورود كلمة غريبة. كان يأتي إلى الشيخ المترجم صباحا حوالي 9 ويبقى مرافقا وخادما حتى ما بعد العشاء. ومرة سأله الشيخ رحمه الله كيف يدبر أموره، فأخبره أنه خياط يقوم بالتفصيل والقص صباحا، ويترك الأمر للعمال لإكمال العمل، ويتفرغ للشيخ رحمه الله من 9 صباحا وإلى الليل.
وقد تعرض أخانا الفاضل للإيذاء في سبيل ذلك، فصبر واحتسب ولم يرد حتى التحدث بذلك. كما تعرض شيخنا المترجم للإيذاء من قبل بعض الأقارب والتلاميذ، فصبر على ذلك أسوة بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تكرم علي هذا الأخ الفاضل أبو منير الشعار، فزارني في بيتي مع أخي مضر الشاغوري ابن الشيخ المترجم وابن محمد غسان جمع المحب لشيخنا المترجم رحمه الله، وكانت جلسة روحانية لم يتخللها إلا نشيج أخينا رشيد الشعار، متأثرا بالحديث عن مواقفه التي لا تنسى مع الشيخ المترجم سيدي عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله. ومما قاله في هذه الجلسة ترجمة الشيخ في كلامه: اقرأوا قصائده، اقرأوا ديوانه، وقد قرأ لنا والعبرات تغلبه بعض الأبيات، وأخبرنا بالكثير مما لا مجال لذكره في هذه العجالة. أذكر يا أيها الأحباب بالمقصد من هذا المجلس، وأقول: ليجعل كل منا من نفسه قدوة صالحة، ليجعل كل منا من نفسه قدوة صالحة. في طفولتي كان والدي رحمه الله يصطحبني معه إلى مجالس سيدي محمد الهاشم رحمه الله، فكنت أرى موسى يقول: حب آل الرسول يحيي النفوس، وغدا ذكرهم لقلبي أنيسا، إذ بهم بشر ابن مريم عيسى، قيل لي: لم تركت مدح ابن موسى، أي علي الرضا، والخصال اللاتي جمعنا فيه، قيل لي: لم تركت مدح ابن موسى والخصال اللاتي تجمعنا فيه، طهرهم، أي آل البيت، طهرهم نازل بخير كلامي، وسرى حبهم بأنقى عظامي، بعد ذكراهم بآي عظامي، قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وهذا تخميس للشيخ بأبيات للشيخ محمد الحراق رحمه الله، يقول فيه: اتخذ وجه من هويناه قبله، واجعل العشق والصبابة مله، كل صب طوى الأدلة مله، أي مل له، كل صب طوى الأدلة مله، نحن في مذهب الغرام أدلة، إن أقمنا على الحبيب أدلة، بدر تم لكوننا قد طواه، إذ تجلى بنوره في طواه، حاش لله نرعوي عن هواه، كيف يظهر للعقول سواه، وسناه كسى العوالم جملة. يا معنن والشوق حقا براه، اطلب الوصل من يدي من دراه، واذكر الله ثم ذر ما سواه، فتراه في كل شيء تراه، فهو الكل دائما ما أجله. قف بذل لدى الحبيب قياما، واترك الخلق عن لقاه نياما، واشهد البدر والنصاح صياما، فافن فيه صبابة وهياما، إنما الصب من يعيش موله. قال في العقل بيتين في العقل، يقول: حمل العقل عجزه وأرحه من عناء استدلاله بالوجود، وأفد نفسك النفيسة علما، وادعها للسجود للمعبود. وهذه القصيدة المشهورة رفعت أستار البين، عسى أن نأخذ من نفحاتها. يقول: رفعت أستار البين وبدت أنوار العين، تنجلي من غير أين، فاشهدوها يا صوفية. مذ بدا في ذي المشاهد صرت راكعا وساجد، شاكرا لله له وحامد، إذ طواني في الهوية. يا هنائي في لقائي، يا بقائي في فنائي، يا ضيائي في سمائي، يا حياتي الأبدية. صاحي فافهم المعاش، كم ميت أتاهم عاشا، حاشا أن يخيب حاشا من أتى بصدق النية.
وهذا موشح أيضا يقول فيه: كنت تسقيني قبيلا منها كاسات صغار، أتراني اليوم أرضى منك كاسات كبار؟ لست أرضى غير أني أحتسي تلك البحار، ثم لا أدري أأروى أم أذوق الاحتضار. شادي القوم أعد لي ذكر من سار، ذكر من زار وسار، تاركا في القلب نورا تاركا في الجسم نار. بالصبا غني لروحي واشد للنفس الحصار، علها تعلم حقا أن لله الفرار. فبه تفنى وتحيا فترى الكون اعتبار، وترى الأفلاك تجري وإلى الله القرار. وقال مخمسا قصيدة أبي مدين شعيب رحمه الله: الله نور العرش والعرش انطوى، فيه الوجود لذا عليه قد استوى. يا من يقوم بطي أوهام السوى، الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمال. الله أعطاك الوجود ووقته، وكذلك الإمداد منه رزقته، فإذا اعتمدت سواه فاحذر مقته. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. لاحظوا، لا تشعر الفرق بين التخميس وبين البيت المخمس. الله كان ولم يزل، يا من لها، يا من لها من اللهو. الله كان ولم يزل، يا من لها فردا، فحقق في الحوادث أصلها. فالممكنات لدى الظهور أضلها، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. الله باد في بديع صفاته، فبه غبت للكون سر حياته. فله الوجود ونحن من آياته، من لا وجود لذاته من ذاته، فوجوده لولاه عين محال. الله في كل الملامح مفرد، فالقلب يرعى الود والحد اليد. إن كان أهل الحس فيه تقيدوا، فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر. الله وجههم صراطا سالكا، فرأوا حدوث الكون ليلا حالكا، عرفوه ربا للنواصي مالكا، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. باي شيء بسيط يعني فقط. سئل رحمه الله عن وحدة الوجود فقال: ما معناه؟ وحدة الوجود هي وحدة الحق سبحانه وتعالى، فوجوده واجب سبحانه وتعالى، ووجود غيره جائز، وهي في الحقيقة وحدة الشهود أو وحدة الشهود، بمعنى أن كل شيء يدلك، بمعنى أن كل شيء يدرك إنما هو فعل الله وصفات الله وأسماء الله تعالى. وأنشد الشيخ أنشد للنابلسي رحمه الله، يقول النابلسي: إنما وحدة الوجود لدينا وحدة الحق، فافهموا ما نقول. وحدة الله وحدة لا سواها، شهدتها منا الكبار الفحول. وسواء قلنا الوجود أو الحق، فلا فرق عندنا يا جهول. لا تظن الوجود حيث ذكرناه، هو الخلق عندنا المبذول. هو حق بعد الفنى عن سواه، يتجلى فتضمحل العقول. ولشيخنا المترجم في موضوع وحدة الوجود هذه الأبيات يقول: كشف الحجاب عن الجمال الباقي، وصف الشراب وبان وجه الساقي، وتفرقت سحب الحوادث مذ بدت ذات الوجود الحق بالإشراق. هي ذات حق قد أتى قرآنها، ينبي بأن سواه في إزهاق. هي حضرة أحدية صمدية، ممنوعة عن غير ذي الأذواق. تاه النهى
في كونها مع أنها ظهرت بلا قيد ولا إطلاق. ونختم بهذا الموشح أو قبل الختام طلعتين. قال في المحبة والقرب مقتطفات: دع فؤادي تكويه نار جفائك، فلهيب الهوى يصوغ السبائك. صل بفضل أو لا تصلني عدلا، أطرق الصب رهبة لقضائك. إذ جميع الوجود قبل بروز قد سرى فيه مقتضى أسمائك. جنة القرب منك أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك. بك خذني وازوي المظاهر عني، بك خذني وازوي المظاهر عني. أحي قلبي وأبقني ببقائك، رمت في الحب أن أموت شهيدا وضريحي يكون تحت فنائك. هذه القصيدة نختم بها المجلس، كلما قرأتها أو سمعتها تنشد أتذكر فصوص الحكم للشيخ محي الدين رحمه الله. يقول في هذه الموشح نختم به المجلس، حاولوا أن تتذوقوا معنا إن شاء الله. يقول: مذ شاءت الذات العلية أن تظهر الدرر الخفية، منت علينا بقبضة من نور طلعتها البهية. سمت سناها محمدا وحبته سهم الأولية، وبلا انقسام أبرزت من نوره رسم البرية. خطت على العرش اسمهم فزهت دعائمه القوية، وهو النبي وآدم في طينة الأرض الندية. يا ذا التفضل والندى صل صلاة أقدسية، تهمي بروضة أحمد مع آله بيض الطوية. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا الأستاذ الشيخ محمد الخالدي خير الجزاء. أحيانا بذكر أهل الله، ونسأل الله أن ينفعنا ببركتهم وبركة أهل عصرنا، وأن يحشرنا معهم تحت لواء سيد الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الترجمة المقبلة إن شاء الله لفقيه الشافعية العلامة الشيخ محمود الحباد رحمه الله، يترجمه إن شاء الله ولده الشيخ عبد الكريم الحباد في 7 من رجب و10 من تموز بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجمعنا على خير، وأن يحفظ علينا أستاذنا وشيخنا، والحمد لله رب العالمين. رفعت أسفار البين وغدت أنوار العين، تجلي من غير إن فشهدوها يا صوفيا، أنا مرآة حبيبي علاه روحي طيبي، عن سواه نفسي ديني وطلع الأشياء الرادية. صحي فضنا من معاشا كم من كن آتاه عاشا، حشا أن يخي ما حاشا من أتى بصدق النية. رفعت أستار البيت وغلت أنوار العين، تنجلي من غير إن فشهدوها يا صوفيا. فاتحة.
لقد كان رحمه الله رجل أمة وليس رجل أسرة، كان أكثر العمال انشغالا وأقلهم دخلا، لأن عمله في النقابة لم يكن مأجورا. كان دخل الشيخ المترجم رحمه الله من عمله في النسيج، وكان يضطر أحيانا للعمل أكثر من واردية، فلا يصل إلى البيت حتى الفجر، وكان لا يمسك مالا. فكانت الزوجة ترسل أحد أبنائها عند موعد القبض ليأخذ الأجرة ويأتي بها إليها قبل أن توزع في الطريق. فقد كان الشيخ رحمه الله زاهدا لا يرد سائلا أو طالب دين حتى من كان لا يعرفهم. ومرة رأى ولده الفاضل مضر أبو نزار كما أخبرني ورقة عليها أسماء أشخاص مدينين للشيخ رحمه الله، بعضهم من دوما وبعضهم من حلب وغيرها، فسأله عنهم وقال له: هل تعرفهم؟ سأل الشيخ: هل يعرفهم؟ فقال الشيخ رحمه الله: هم يعرفوني. وكان جل هذه الديون بلا وفاء. كانت الزوجة الفاضلة هي التي تدير البيت ماليا، فإذا استلمت الراتب أو ما يصل إلى البيت منه ترسل أحد أولادها لشراء المؤونة من عند الدقر في باب الجابية. أما الهدايا التي كانت تأتي للشيخ فكانت توزع قبل وصول الشيخ إلى البيت، وإذا كان الشيخ في البيت وزعها على الزائرين، وقل ما استفادت منها أسرة الشيخ رحمه الله. كانت الزوجة على جانب عظيم من البساطة والورع والدين، وكانت تلبس الملاية البيضاء السافرة لكامل الجسم. كانت مرة تركب الترام فجلست بجانبها امرأة سافرة، فبدت ركبتاها، فأخرجت الزوجة الفاضلة قطعة قماش خام وغطت بها ركبتي المرأة السافرة التي اندهشت وانزعجت، وقالت لها: يا بنتي هيك أحسن حتى تنزلي، هيك أحسن حتى تنزلي. أما عن وفاة هذه الزوجة الفاضلة فقد كانت بسبب صدمة على زوجها شيخنا المترجم رحمه الله عندما أدخل إلى المستشفى لإصابته بالجلطة عام 1996. قال لها إنه في حلب، إن الشيخ في حلب، فاتصل تلاميذ من حلب بالبيت يسألون عن صحة الشيخ وهل خرج من المستشفى. فصدمت الزوجة ومرضت وماتت في نفس المستشفى في الطابق الأسفل، ولم يعلم بها الشيخ المريض. ثم أرادوا إخباره بالوفاة قبل أن يخرج من المستشفى حتى لا يفاجأ، فزاره بعض المريدين وأنشدوا بعض القصائد التي يحبها رحمه الله. ثم بنوع من المباسطة سألوه: سيدي كيف رضاك على أم منير؟ فعبر عن رضاه عنها وأثنى خيرا ودعا لها. قالوا: أين هي الآن؟ قال: عند الله. عند ذلك قاموا إليه وعزوه بالمصاب، وعلى سبيل الدعابة قال أحدهم: يا سيدي والدتي جاهزة والوالد مات منذ زمن. فتبسم الجميع وقضي الأمر وعلم الشيخ بالوفاء بها. وقد ذكر لنا الكثير عن إجابة دعاء الشيخ رحمه الله لتلاميذه ولقاصديه، ولا أحب الإطالة بذكرها، كما لا أحب الإطالة بذكر الرؤى والمبشرات، وهي كثيرة من كل جانب. مسيرة الشيخ العلمية، مسيرته العلمية. كان شيخنا المترجم مضطرا للعمل منذ صغره، فلم يلتحق بأي مدرسة أو كتاب، وقد تعلم القراءة والكتابة بنفسه، وكان يشتغل عند علاف بجوار كتاب، وكان يفتح المصحف الذي يخص صاحب المحل متمنيا لو يستطيع القراءة. وتعلم من أولاد الكتاب أثناء مرورهم الأحرف أبجد هوز سماعا، ثم بمساعدة هؤلاء الأولاد صار يميز الحروف ويعرف أشكالها، ثم تعلم الفاتحة بالتهجئة
ألف لام حاء ميم دال الحمد وهكذا قراءة من المصحف في يومين، ثم صار يقرأ السور القصيرة من جزء عما، يغتنم كل فرصة بهمة ونشاط، وكان ذكيا جدا، وخلال 8 أشهر صار بإمكانه القراءة من المصحف. أما الكتابة فقد تعلمها بواسطة اللوحات الأرمات يعني فوق المحلات والعيادات، وكان يحفظ صورة اللوحة ثم يكتبها في البيت، ثم يعود فيطابقها ويصححها ويتعرف على الخطأ. وكانت العلافة حمارة بيضاء، فإذا هتف بها الشيخ وقفت واستدارت بعنقها تنظر إلى الشيخ وهو يتأمل اللوحات، فإذا شعرت أنه انتهى تابعت المسير. وقد تعلم الكتابة والقراءة وهو دون 15، ثم انطلق في تصحيح لغته وعقيدته عند الشيخ بكر حسن البغال رحمه الله في جامع عز الدين. في حمص وهو طفل كان يتردد على الشيخ يوسف جندل شيخ الطريقة الرفاعية هناك، وكان أخوه محمد منشدا عند هذا الشيخ، فنشأ وفي قلبه حب الإنشاد. أما في دمشق فقد لازم أولا الشيخ عمر الحمصي شيخ الطريقة البدوية أو الأحمدية نسبة لسيدي أحمد البدوي الذي تروى عنه الأعاجيب. وكان من زملائه عند هذا الشيخ الشيخ حسن حبنكة والشيخ طالب هيكل رحمهم الله. وبعد ذلك أخذ الطريق على الشيخ عطى الغبرة رحمه الله شيخ الطريقة التيجانية، واجتمع بسيد الشيخ محمد ابن يلس رحمه الله قبل اجتماعه بالشيخ الهاشمي رحمه الله. أما الذي دله على الشيخ الهاشمي رحمه الله فهو الشيخ حسن البغال، فوجد فيه أي وجد شيخنا المترجم في الشيخ الهاشمي فوجد فيه ضالته ولازمه ملازمة تامة حتى وفاته. توفي الهاشمي كما تعرفون أواخر عام 1961، وهو أي الهاشمي الذي أشار عليه بالانتقال إلى جبل قاسيون ليكون قريبا منه كما ذكرنا. وقد تأثر به شيخنا المترجم تأثر بشيخنا الهاشمي رحمه الله تأثرا شديدا، مما جعله نسخة هاشمية في كثير من كلامه وأحواله وأخلاقه رحمه الله. أما العلوم الشرعية الأخرى فقد قرأها على جملة من مشايخ عصره، فقد حضر الدروس العامة لسيد الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الأكبر وشيخ شيوخ الشام، وسمع الحديث من سيد محمد جعفر الكتاني محدث المغرب، كما حضر دروس الشيخ علي الدقر رحمه الله والشيخ أمين السويد والشيخ توفيق الأيوبي وسيد الشيخ محمد المكي الكتاني والشيخ أبي الخير الميداني، وقرأ الفقه الشافعي على الشيخ صالح العقاب رحمه الله الذي كان يلقب بالشافعي الصغير رحم الله الجميع وجزاهم خيرا. أما علوم العربية فقد قرأها على علماء منهم الشيخ أحمد الدقر رحمه الله والشيخ لطفي الفيومي رحمه الله والشيخ علي سليق رحمه الله. وقد صار ينظم الشعر ببديهة حاضرة وإحساس مرهف، حتى لقد سمع مرة الدكتور الشيخ محمد سعيد البوطي إحدى قصائده تنشد فأبدى إعجابه الشديد، وظن أن القصيدة للبوصيري أو لرجل آخر، معذرة. أو لابن الفارض، ظن أن القصيدة الدكتور البوطي ظن أن القصيدة لابن الفارض، فلما علم أنها لشيخنا المترجم أبدأ إعجابه الشديد وقال: كنت أعتقد أن الشيخ عبد الرحمن من السلف الصالح، ولم أكن أعرف أنه يقول مثل هذه القصائد. وعندما سمع الشيخ الهاشمي رحمه الله قصيدته الجميلة المشهورة
رفعت أستار البين وبدت أنوار العين. قال: يا سيدي عبد الرحمن، من يسمعها يظنها للشيخ الأكبر أو لابن الفارغ. وزع شيخنا المترجم أوقاته خارج دوام الوظيفة، فجعل يوم الجمعة بعد الصلاة للنورية وبعد العصر للإنشاد، وقد تخرج على يديه كبار المنشدين في دمشق مثل سيدي أبو رضوان عدنان النجار وسيدي أبو محمد الحمامي وسيدي ياسين رشيد وأحمد ويوسف المزرزع وسليم العقاد وحمز شكور وشهاب الدين فرفور وغيرهم. وكانت له خبرة وذوق رفيع للنغم واللحن، وكان لا يرد قاصدا لعلم أو إنشاد. وجعل يوم السبت بعد العصر لعلم التوحيد، ويوم الأحد للتصوف في جامع الشامية أو الورد، ويوم الاثنين درس دوار في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، ويوم الثلاثاء للرسالة القشيرية في جامع العدس، ويوم الأربعاء لمجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد العصر أحيانا تكون مذاكرة مع الشيخ صالح فرفور رحمه الله، ويوم الخميس للمناسبات والدعوات. وقد قام بخطبة وصلاة الجمعة في عدة مساجد، كان آخرها مسجد الخياط بجوار داره، وهناك تسجيلات صوتية لمعظم دروسه رحمه الله. في مدة حياة الشيخ الهاشمي رحمه الله، كان شيخنا المترجم يرسل المريدين إليه، إلى الشيخ الهاشمي، لدخول الخلوة، فكان يسألهم الشيخ الهاشمي، يسألهم: من أرسلكم؟ فيقولون: الشيخ عبد الرحمن. فقال له: يا شيخ عبد الرحمن، صار عليك 100 خلوة ترسل للناس. فلما أراد دخول الخلوة اشترط على الشيخ أن تكون سرا ولا يخبر أحدا. فكان سيدي الهاشمي إذا سئل: من عندكم في الخلوة؟ يقول: سيدي عبد الرحمن قال لا تخبر أحد. كان شيخنا المترجم رحمه الله يحث زملاءه ومعارفه على ملازمة العلماء وطلب العلم، وينصحهم بالإقبال على طلب العلم ما استطاعوا. فقد حث الشيخ محمد عوض رحمه الله عافاه الله، وكان يعمل معه في النسيج، حثه ونصحه بملازمة الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله. ذكر ذلك الشيخ محمد عوض لأولاد المترجم عندما زاروه وحثهم على ملازمة العلم والمسجد ردا لجميل والدهم عليه. كما حث الشيخ محمد الفرة رحمه الله على ملازمة الشيخ حسن حبنكة رحمه الله، وحث الشيخ عبد الرزاق الحلبي عافاه الله على ملازمة الشيخ صالح فرفور، كل بحسب مكان سكنه. إجازاته: أجازه سيد الشيخ الهاشمي مشافهة بالورد العام، وقال عنه: سيد عبد الرحمن يصلح للإرشاد والطريق. سيد عبد الرحمن يصلح للإرشاد والطريق، بشهادة الشيخ عبد الوكيل الدروبي رحمه الله. ومرة قال سيد الهاشمي رحمه الله: سيد عبد الرحمن يصلح للطريق ولكنه مشغول بالعمال. كما أجازه نقيب الأشراف سيد الشيخ محمد سعيد الحمزاوي بكل ما أجازه به شيخه الهاشم، أي بالورد العام والخاص والإرشاد والتسليك. وأجازه الشيخ محمد سعيد الكردي رحمه الله بكل ما أجازه به شيخه الهاشم أيضا، وكان يفخر بهاتين الإجازتين لعودتهما إلى شيخ الهاشم. وأجازه أيضا الشيخ علي البدليني رحمه الله خليفة الشيخ ابن علاوة في كلمسان، وأذن له بالإرشاد والتسليك، وذلك في جامعة الدرويشية وعلى ملأ من العلماء الأفاضل أمثال الشيخ عبد الوكيل الدروبي رحمه الله، والشيخ شكري لحفي حفظه الله، والشيخ مصطفى التركماني رحمه الله، والشيخ عبد العزيز الخطيب حفظه الله. ويقصد بالإرشاد التوجيه العام، الدروس العامة، وبالتسليك الأمور الفردية، كل فرد بحسب أحواله. وقد قام شيخنا المترجم رحمه الله بالإرشاد والتسليك خير قيام،
شهد له بذلك كل من عرفه، وانتشر تلاميذه في أنحاء بلاد الشام بل في أنحاء الدنيا. وأذكر هنا أسماء المجازين منهم والذين ذكرهم الدكتور رضوان الكردي في كتابه الرائع الذي نال به درجة الدكتوراه في الأدب، وعنوانه الشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرين، عنوان كتاب رسالة الدكتوراه للسيد رضوان الكردي ابن الشيخ محمد سعيد الكردي رحمه الله. عنوان الكتاب الشاغوري شاعر التصوف في القرن العشرين. وعددهم 15، أذكرهم بنفس الترتيب في الكتاب المذكور. الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله من علماء حماة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة إن شاء الله. الشيخ محمد أمين ابن عبد الهادي الفاروقي، الشيخ مصطفى التركماني رحمه الله، الشيخ الدكتور أحمد مصري من إعزاز شمال حلب، الشيخ نوح حايم كلر من الولايات المتحدة، أسلم سنة 1977 وأخذ الطريق ثم الإجازة سنة 1988 من شيخنا المترجم، وله نشاط واسع في أنحاء العالم، ولعله خير من نشر التصوف في الغرب. الشيخ الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني من حلب، عالم حمص الشيخ سعيد الكحيل حفظه الله، الشيخ بشير الشقفة نزيل الإمارات، الشيخ عبد الكريم تتام نزيل الإمارات أيضا، الشيخ عبد الرحمن الطالباني من أكراد العراق، الشيخ عمر التلمساني من مدينة الباب، الشيخ إبراهيم الهندي من علماء دمشق، الشيخ إسماعيل الكردي ابن الشيخ محمد سعيد الكردي من الأردن والذي جدد طريقة والدي هناك، الشيخ الدكتور عاصم جمعة إسماعيل كيالي من لبنان، سيدي الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي من آل البيت الكرام، وابن الشيخ إبراهيم اليعقوبي سيدي وأستاذي رحمه الله وجزاه عنا خيرا. وكان شيخنا المترجم الشيخ عبد الرحمن قد ألبسه لأبو الهدى، ألبسه عمامة والده في مقبرة باب الصغير بعد الانتهاء من الدفن، أي دفن سيد الشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمه الله. وكانت وصية شيخنا المترجم لتلاميذه القيام بحقيقة الدين بالأركان الثلاثة كلها، الإسلام والإيمان والإحسان. وكان رحمه الله يردد القول المنسوب للإمام مالك: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. جمع بين الفقه والتصوف، هذا الذي تحقق. هذا وقد تعرض الشيخ كما ذكرنا رحمه الله للإيذاء من بعض الأقارب والتلاميذ، وصبر على ذلك أسوة بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في مكة المكرمة من قبل المشركين، وفي المدينة المنورة من قبل المنافقين، فكان صلى الله عليه وسلم معلما الصبر والشكر للعالمين صلى الله عليه وسلم. وفاة شيخ المترجم رحمه الله. كان شيخنا المترجم رحمه الله صبورا على مشقات الحياة والأسفار والعمل، فكان يجلس جلسة التشهد في مكان واحد مدة طويلة، ويبقى متوضئا وقتا طويلا أحيانا طول اليوم، وعنده إيمان تام بقضاء الله وقدره، فقد كان له صديق من آل القصيبات، وكان مريضا بالسل، والسل من الأمراض المعدية كما تعرفون، فعزله أهله في غرفة على السطح خوف العدوى، فكان شيخنا المترجم رحمه الله يخدمه ويأتيه بالطعام، وأحيانا يقتسمان لقمة واحدة أو قطعة بطيخ واحدة، لا يبالي بالعدوى والمرض. وكذلك كان أخوه محمد أبو قاسم، فقد كان هذا الأخ مرة يمشي مع الشيخ البغال الذي توفي مريضا بالسل وهو في سن 35، فقال له الشيخ: أنت لا تصدق بالعدوى؟ فقال، أي الأخ محمد أخو لسيدنا الشيخ، قال: يا شيخ حط بالخرج الفعال الله. فقال الشيخ المريض بالسل: في فمي الآن سكرة،
هل تأكلها إذا أخرجتها؟ فقال نعم، وفعل ولم يصب بأي أذى. أصيب شيخنا المترجم رحمه الله بالجلطة للمرة الأولى عام 1996، وعوفي منها بعد عدة أشهر، وفي هذه الفترة توفيت زوجته الصالحة كما ذكرنا. ثم في عام 2000 جاءت جلطة دماغية ثانية، ففقد الشيخ النطق والبصر والحركة والبلع، ولم يبق منه إلا النفس رحمه الله. وعندما نظر أحد كبار المختصين للتحاليل والصور والتقارير قال لا ينبغي لصاحب هذه التحاليل أن يكون حيا، وإذا كان حيا لابد أن يموت خلال 24 ساعة. ولكنه عاش واستعاد شيئا من صحته، فصار يعرف الحاضرين ويشير بإشارات طالبا للإنشاد، وأحيانا لتصحيح خطأ، وأحيانا يطلب الإعادة بالإشارة طبعا. وتكرر دخوله رحمه الله إلى المستشفى حتى توفي سنة 2004 كما ذكرنا في حزيران. كانت جنازته حافلة زاخرة حضرها المشيعون من كل مكان، وصلي عليه في جامع الشيخ الأكبر محي الدين الذي كان يحبه ويقرأ كتابه الفتوحات كثيرا. وتكلم بعد صلاة الجنازة الشيخ عبد الرزاق مؤنس والشيخ عبد اللطيف فرفور، ودفن رحمه الله في مقبرة الحرش في المهاجرين رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رثاه سيدي الشيخ شكري لحفي. نأخذ فقط أبياتا من رثاء الشيخ شكري لحفي لشيخنا المترجم. يقول ما ذاك قلبي وما في همسه عتب، لو كنت والهان مثلي لست والأرب. مهلا خليلي مهلا خليلي، وكفكف ما استطعت من الدمع السخي، فإن الخطب ملتهب للا، وقد هزت الأرجاء غيبة من تحنو لرفعته في أفقها الشوب. شيخ له بين أهل الله منزلة، تروى بفيض غيوث ماؤها عذب. موسوعة العلم والعرفان نال بها وسام فخر، ستبقي ذكرها الحقب. موسوعة العلم والعرفان نال بها وسام فخر، ستبقي ذكرها الحقب. عن زهده لا تسل إلا مجالسه، ينبيك عما يثار إثره العجب. لم ينهه طلب للعلم يصرفه عن كسب لقمته من دونها السبب، عن ما ترك التسبب والعمل. يختار مسكنه حيث ارتضاه له محمد الهاشمي والصدر مرتحب. لا تقنطي بعده يا نفس، إن لنا في مصطفى التركماني وردنا الخصب. أبا منير لنا الفخر الأثير بما عن قدركم سطرت في صحفها الكتب. هذه مقتطفات، ونأخذ مقتطفات من رثاء الشيخ شهاب الدين فرفور حفظه الله. هذا أبيات منتخبة من رثاء الشيخ شهاب الدين فرفور لفقيدنا رحمه الله. يقول أبا منير بك الفيحاء تفتخر، فاسلم فمنها إليك الورد والصدر. أحييت شرعة دين الله محتسبا، نيل المقام الذي تسمو له البشر. قد اتخذت كتاب الله مكرمة، بها علوت وأنت المفرد النظر. فبين جنبيك تفسير لمحكمه، وفي لسانك من ميزابه نهر. أحكمت ظاهره منه وباطنه، حتى استبنت طريقا كلها غرر. إذا تكلمت سال العلم ذا صعد، وحين تفتي يفيض الفقه والأثر. للشاذلية فيك الفخر أجمعه، أنت الرواء لها بل ساقها الخضر. أبا منير فدم غيثا ودم بردا، تجلو القلوب فأنت الشمس والقمر. حزت الولاية أعلاها وأسفلها، وأنت للمكرمات السمع.
سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغولي رحمه الله بقامته المديدة وعمامته الصفراء الفريدة يوزع البسمات على الحاضرين، وعندما كان ينظر إلي أشعر كأنه يرى ما بقلبي ويعلم ما أحدث به نفسي. وفي الحضرة كان شيخنا المترجم رحمه الله يقود المنشدين، وإلى جواره الشيخ عزة عريجة رحمه الله الذي كان يختم الحضرة بتفريد أخاذ، وربما كانت القصيدة أو القصائد لسيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله. وبعد انتهاء الحضرة وتلاوة آيات من كتاب الله، كان شيخنا المترجم يجلس قريبا من الشيخ الهاشمي يقرأ العبارة من الكتاب، والشيخ الهاشمي يشرح بعبارات موجزة موجهة إلى قلوب الحاضرين الذين كانوا بين فاهم ومسلم. ومنه وفي الزاوية الهاشمية في كفرسوسة سمعت أول ما سمعت هذا الحديث في فضل الذكر، سمعته من سيد الشيخ عبد الرحمن الشاغوي رحمه الله، وهو: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وفي فترة الشتات عندما كنت في جدة دعاني أخ صالح إلى بيته، فإذا بشيخنا المترجم يتصدر المجلس، وعندما عرفني هش وبش وقربني إليه، ثم التفت إلى الحضور قائلا: أريد أن أحدثكم عن والد هذا الرجل، عن أخي الشيخ شاكر. ثم بدأ وهو في غاية التأثر يسرد وقائع من الماضي البعيد، أيام كان المريدون يتجشمون الصعاب ليفوزوا بصحبة الشيخ الهاشمي رحمه الله أينما توجه في قرى الغوطة أو غيرها، في الحر والقر والمطر والطين وأحيانا سيرا على الأقدام. وشهد على سيدي الهاشمي أنه قال: سيدي شاكر عنده ما عندنا. اسم المترجم ونسبه هو العالم العارف المربي الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن مصطفى ابن عبد الرحمن عابدين الشهير بالشاغوري، وذلك أنها كانت تزورهم في حمص، قريبة لهم تسكن في دمشق في حي الشاغور، فصار يقال جاءت الشاغورية، ثم غلب عليهم بيت الشاغوري. وهو حسيني شريف من آل البيت الأطهار، ينتهي نسبه إلى سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي من سيدتنا فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. قال النبهاني حسان آل البيت في أول كتابه النفيس: الشرف المؤبد لآل محمد صلى الله عليه وسلم. آل طه: يا آل خير نبي، حبكم خيرة وأنتم خيار، أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت قدما فأنتم الأطهار، حبكم جنة لكل فؤاد، حبكم جنة لكل فؤاد، في حب الأصحاب والبغض نار، رضي الله عنكم وأتم النور فيكم وإن أبى الكفار. الحياة والأسرة: ولد شيخنا المترجم رحمه الله في حمص سنة 1909 على أصح الأقوال، هناك أقوال بغير ذلك، ولكن باعتباره حضر السفر برلك ويتذكرها جيدا فهذا أصح الأقوال في ميلاده 1909. وتوفي في دمشق في 8 حزيران 2004، أي قبل حوالي 4 سنوات تقريبا من الآن.
توفي والداه وهو صغير فنشأ يتيما كجده المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجر أخيه الأكبر محمد الذي انتقل إلى دمشق وتركه عند بعض الجيران ريثما يستقر، وعند انتقال شيخنا المترجم إلى دمشق مع الجيران ليلتحق بأخيه حدث أن توقفت العربة، لم تكن سيارات، توقفت العربة في بعض الطريق للاستراحة، وعندما تحركوا في الصباح الباكر كان الصغير نائما بقرب دولاب العجلة، فمرت العجلة القاسية فوق عنقه دون أن يروه في الغلس، فصاح الجميع مات الولد فقتلتم الطفل، ولكن الصغير قام صحيحا معافى بفضل الله، فقالوا عنه الميت الحي. وفي دمشق تزوج الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وهو دون العشرين من فتاة في الثالثة عشرة من عمرها من آل دنون بواسطة خالها أبو ندير السيروان، وتأخر الإنجاب بسبب صغر الزوجة، ثم ولدت بعد ذلك خمسة من الذكور وهم سادتنا منير ومضر وحسان وعبد الله وأنس وخمسا من الإناث. كانت هذه الزوجة الصالحة تحضر كل اثنين عند الحاجة وهيب البقاعي، وكل ثلاثاء عند حاجة أخرى من آل الحجار، وكانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تعلمت القراءة والكتابة من أولادها بذكاء وحكمة. كانت تقول لأحدهم مثلا ماذا أخذتم اليوم، وتفتح الكتاب وتقول ما هذا، فيقرأ الولد وتتعلم الأم، ويظن الأولاد أنها تراجع لهم. تحملت هذه الزوجة الفاضلة شرف العيش ومسؤولية الأولاد، فقد كان الشيخ مشغولا بعمله في النسيج والنقابات وبدروسه في المساجد مما كان يستغرق كل وقته تقريبا، كما كان يتمم بنفسه بناء بيته. كان المنزل في جبل قاسيون قيد البناء، فكانت الزوجة تتحمل مشقة جلب الماء إما من النبعة في الأعلى أو من الأسفل قرب جامع الشمسية، وكان الأطفال يساعدونها، وفي الشتاء كانت تكسر الجليد عن سطوح الأواني من برامين الأطناجر، وكانت التدفئة على المنقل. كان الشيخ يعمل في النسيج كما ذكرنا، وكان بارعا جدا في عمله، وكان ذكيا متفوقا، حتى إنه كان ينقل الرسم الذي يعجبه على أي ورقة أمامه، ثم يخرجه بعد ذلك قماشا جميلا يتعجب منه الآخرون. وقد تطور مع مهنة النسيج من المازورة إلى النول اليدوي ثم الآلي، فالآلات رأى مرة خبيرا يفك نولا حديثا ثم يركبه، فتعلم ذلك وصار فيما بعد بارعا في آلات النسيج كلها، وصار المرجع لكثير من المعامل. كان يدافع رحمه الله عن حقوق العمال وكأنهم أبناؤه، ووصل إلى القمة في نقابات العمال، وكانت له مواقف جليلة وقصائد في ذلك. يقول في إحدى قصائده العمالية: ثم عاد العمال للكسب عيشا بقلوب كريمة صباري، أسسوا الاتحاد من عشر قرن طالبين الحقوق بالأجهار، قصدهم عيشهم يكون رغيدا تحت ظل الدستور باستقرار، منهم عامل النسيج وبان وأخوه الحداد كالنجار، كلهم يعملون للشعب خيرا أمن العدل تركهم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع.